هاد الجوج هادو غادي يتحداو والديهم وتريكشهم كامله باش يتزوجوا. من بعد غادي تبدا صباط بيناتهم، وليني مين اللي عرفش مخبي عليه بلا ما يفكر غادي يخرج على راسه وعلى اللي معاه. واقعه ما يمكنش تخيل باش غتسالي. قوت العيا ما عرفش شحال ديال الوقت هو ناعس في المحطه، ضربته الفيقه وسمع الصوت ديال البراح هو كيغوت الكار ديال وجده. الكار ديال وجده وصل، كان لازم واحد السويق وفيه شي حوايج للدخل، السروال وقميجه. كان ديك الساعه شهر ديال 8، الحال سخون امطنطن ما كتطلع الشمس، كلشي كيهرب من السخونيه ديالها وما كيبقى فيها غير اللي غالبه الدنيا. هادي اللي غنهضروا عليه اليوم. ركب هذاك الكار وموقف بيه حتى لوجده. ملي وصلوا الناس كلها نزلات، كل واحد وهمه، شي شد طاكسي وشي مكمل على رجليه. وخونا منير اللي غنهضروا عليه واللي داير عليه الفيلم طير به الدنيا، ما عارف واش يزيد ولا يوخر. كانت هذيك هي المره الاولى اللي غيحط فيها رجليه في ديك المدينه، ما علم حتى شي واحد فجأة وخلى الدنيا موراه مقلوبه. جاي من واحد المنطقه بعيده بلا ما نقولوا سميتها، وجا حتى لوجده ومشد الكار وجا، راه حتى كان عنده علاش غيجي. المشاكل اللي عنده مشاكل وش من مشاكل. هاد مونيه كان خدام في واحد القهيوه بارمان، مكافع مع الوقت غير باش ما يضربش الشماره في الشموشات مع باه في الفلاحه. الوالدين عدو كانوا ساكنين في واحد الفيرما وكانوا خدامين فيها خماسه. هاد خونا مونيه كان كيعرف واحد الدريه سميتها اسيا، بغاها وبغاته، كان فايتها هو بربعه ديال السنين، وكانت هي يلاه عندها 24 عام. الوالدين ديال اسيا عائله ميسوره شويه، ومن اللي بغي ياخذها ما قبلوش بمونيع، ما بغاوش يتزوج بنتهم حيت هو خارج غير من السابع، والعائله ديال منير اللي ما قبلوش بها وما على قد الحال، ما غيوصلوش داكشي اللي واصلين ليه الوالدين ديال اسيا. وينيه عياهم يهضروا الوالدين ديال اسيا باش ينهوها ويقولوا لها باللي ما خدامش لك هاد الفتاه. السيد راه باينه ليه ما مزقيش، وليني معاه من تهضر ما تسوقاتش ليه وتحداتهم وقالت ليهم منو من خلا. في الاخر طاعوا لها وتزوجوا، داروا على واحد العرس على قد الحال، وكان داك العرس بحال شي جنازه شي ما حامل شي. داز عامين على داك الزواج، منير مازال ما قاد يهز المسؤوليه كامله. الخلصه ديال القهوه يلاه قاداه في بليتو ولا جاب شي حاجه شي تفرشيد ديال السيمانه. السيه بغات تعاون الوقت وبغات تخرج تخدم، وهنا فاش خونا جاتو النفس عليها وقال لها انا الراجل هنايا انا قاد بشغلي. قلتي وسكتي. السيه فاش شاف ديك الحاله بدات كتشرب في حبوب ديال منع الحمل من البدايه ديال الزواج، وما بغاش ولد بحكم هو ما قاد حتى المسؤوليه ديال الدار، حد يزيد الدراري، وهذا الشيء ما كانش في راس منير، عكس انه كان باغي الولاد وباغي امتي يشوف شي برهوش كيجري قدامه. ويني اسيه كانت خايفه تمشي تحمل وما يتحملش المسؤوليه. منير كان فيما كيمشي عند مو كتبقى تسول فيه وكتقولو واش وليدي نتوما هذه عامينه وباقي ما بغيتو تجيبوا لينا شي وليد ولا بنيه. ويني منير كان ما كيعرف ما يقول ليها، كيبقى غير ساكت حتى لحد نار قالت لي ياك ما مراتك عاقره. منير بقى كينور في راسو ملي خرج من عند مو ويقصد اسيه ديريكت، قال لها باش يمشيو يشوفوا شي طبيب. وتما فاش غادي يبداو يتغاوتوا واحد اللحظه ضرب على واحد الكينه فوق الكوافوز اللي في البيت نعاس. عرفك كشرب كينه ديال معنى الحمل، وتخيل ليه في دماغه باللي ما بغاش ولد معاه، ضربوا داك النار ما عنقاش هرسو التلفازه البلاكا روينه. كانت ديك الليله ويني الغد ديال داك النار غادي يفيق منير على الصباح بكري ويقصد واحد المحطه كبيره عنده. فاش كان غادي كيقول مع راسو صافي راه تهنيت غنبدا صفحه جديده وحياه جديده. وليني داكشي اللي كيتسناه غير يندم على النهار فاش تزوج ديك الدريه. ما علينا، الصريف اللي كان هاز معاه ما كان فيه حتى الغدا ولا يباس في شي اوطيل. شويه هو راكب في ديك الكار بدا يشوف في يديه بدا كيتفكر داكشي اللي طرا بالليل، بدا كيقول لا 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 ما كانش عليا ندير هادشي، لا 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 كانش عليا ندير هادشي. وملي كيدور عينو على يدي كيشوف قميص اللي كاين في يدي. هاد منير شد اسيه وخنقها بيدي حتى خرجوا عينيها بلا رحمه بلا شفقه. هي تحدات والديها على قبله وصبرات معاه عامين، وليني القلب قاصح ما ينفع معاه والو. جا هذاك الاحساس ديال الندم وليني اللي فات فات. سيدي منير فاش كان خدام في القهوه كان كيسمع بديك القضيه ديال التهريب من الجزائر للمغرب، وسمع باللي ما كيهربوش غير السلعه حتى بنادم. انا ضربات لي طن في راسو ملي دار ديك الفعله وقال غادي نمشي تما ونتلاقى مع شي خوتنا اللي كيديروا هادشي. العائله ديال الاسيه دخلوا من الشك، بنتهم دايره معاهم غتجي عندهم، ولكن ما جاش الغد وكان داك النهار الحد
على الصباح مشات الام ديالها عند اسيه الدار، الدار ديال بنتها، مشات تسقسي عليها. بدات كتدق مره الاولى، دقات ثاني، مره الثانيه، الثالثه، كتعيط والو. صونات على بوها قالت لي بلي اسيه ما كتجاوبش التليفون، كندقوا عليها والو حتى هو هي ما يدقوا ويعيط ويني والو. بلغوا البوليس وفاش جاو مس اسيه غتمشي ديريكت البيت النعاس، وهي اول وحده غتدخل ليه وغتشوف بنتها مجبده فوق الارض، غوتات ما غوتة وحده سمعات في الدار كلها. دخلوا البوليس، واحد منهم مشى كيجري قاصة باش يشوف واش دمو الامانه امانته ولا مازال. ومن زارها لقاوها باقا حيه، باقا فيها شويه ديال النفس. عيطوا على لومبيلونس وجات داتها. موني كان عارف بلي غيطرى داكشي، غادي يجيو والديها يسولوا عليها وغادي يلقاوها ميته، وغادي يعيطوا البوليس وغادي يبداو يقلبوا عليه باش يشدوا. داكشي علاش فكر انه يعلق ديك الساعه، وليني مكانش عارف بلي اسيه فاش غنلقاها ما غاديش تموت. دازت 4 ايام واسيه عاد بدات كتفيع. جاو البوليس يديروا معاها الاستجواب، وعودت ليهم كلشي كيفاش بغى يقتلها، وكاع القوه اللي عطاها الله خرج فيها وما حنش فيها. هذيك الليله دوز زوج سيمانات منير قدر يهرب الجزائر، مشى لواحد البلاصه سميتها عين ام الناس، ولا خدام حمال في ديك البلاصه كيهز السلعه اللي كيهربوها من تما ليبيا. وهادشي كامل كيديروا باش يلاه يصور صريف يخلص هذيك خونا اللي قطعو من المغرب. دار معاه مده ديال 3 شهور يبقى خدام عنده، مره كان كيدبر عليه ديك اللي خدام عنده هاد منير. واحد النهار منير وخدام وقفات واحد الطاكسي، دوك الطاكسيات القدام مرسيدس 240، نزل منه واحد خونا وشبد كيخلص. منير طلق ودني وسمع شي وحدين كيهضروا على ديك مفاهمه كيتفاهموا، ومن هضرتهم هو انهم كيعطيو الرشوه في الحدود الجزائريه باش يدوزوا الحدود الليبيه. منير ولا باغي يبعد قدر المستطاع. منير حتى هو خلصهم شمعه، غادي يمشي من الجزائر لليبيا. في الصباح ديال الغد شدوا الطريق اللي كانت كلها مشريه، كان شارجين فواحد الكاميو وساد عليهم. واحد شويه كيسمع منير ما بقى والو، نوصلوا لليبيا واحد المدينه تما. منير ضحك حتى بانوا ليه الدراز ديال عقله، زعما راه قطع الواد ونشفوا رجليه. فاش وصلوا دخلوا واحد الدار كبيره وفيها شي صنادق، وقالوا لمنير واش خدم معانا، تحدى لينا هاد الكارطون ديال الماكله والحوايج. منير بلا ما يتردد قال لهم مرحبا، وشنو راه هارب من جريمه ديال القتل ولا باغي فين يتخزن؟ وصوا منير بلي هو اللي عس على داكشي، ما يخليش حش الغاشي يدخل ليه، ولكن ما يحرش كراطن وما يقربش ليهم. ويني خونا جا الفضول، منير قال ملي ما بغونيش نقلبهم، يعني راه ما كاين لا ماكله لا حوايج، ياك ما هذا حشيش. ويني قال ما عنديش البديل، تخزن هنايا فين غادي نزيد؟ عرفتي شحال بعدت على المغرب باش نوصل لهاد ليبيا؟ دابا غتقول لي علاش جا حتى ليبيا؟ قالت فاهمك كلشي من بعد. المهم ديك الليله نعس منير كيحلم بمراتو هي في هذاك الموضوع اللي كتخنق فيه، وعينيها مبلقين وكتشوف فيه، والبوليس تابعينه، وكتبان لي مو شاده يديها في راسها وكتبكي. واحد الصوت غريب كيقول لي غادي تعدم غادي تعدم. خونا ضربته فايقه وجهه كيقطر بالعرق، قلبه باغي يسكت. المهم ضرب ايام كثيره في ديك الدار اللي كان حساس فيها، حساس على ديك السلع، وكانوا كل شهر كيعطيو شويه ديال الفلوس وكيجمع. دار معارك كثير في ديك البلاصه ولو كيسموه غير المغربي. واحد النهار منير غادي يسمع باللي ديك البلاصه اللي كيعس فيها قريبين ليه شي وحدين كيحرقوا لطاليا، وهادشي هو اللي ضرب عليها الطريق كامله من المغرب حتى ليبيا. وليني ملي غادي يمشي عندك اللي كيحرق غادي يقول لي كنحرق ب 2000 دولار، يعني ما كتخلصش بالعمله الليبيه. ويني منير ديك اللي كان خدام معاهم كان كيخلصو غير بالعمله المحليه ديال ليبيا، اش غادي يدير؟ غادي يرجع في كان خدام حساس، غادي يبغي يشوف ديك اللي خدام معاهم شنو كيجيبو في ديك الصنادق، لربما لقى شي حاجه اللي يقدر يبيعها. منير كيدوز في كلشي، معقل حتى على مراته، غادي يعقل على هادوك. ملي حل دوك الصنادق بقى وسطهم كاين سلاح، غادي يهز الصندوق وغادي يدي لديك خونا اللي غادي يحرقو. دار معاه المقاهي هذا، منير غادي يعطي الصندوق، والاخر غادي يسكنو عنده سيمانه بما دارت الفلوكه ديبار لطاليان. المهم جلس عنده منير، عيط لمو، عاود لها كلشي، وصدمات مو باللي قالت لي مراته راه ما ماتش، قالت لي غير رجع وليدي. وليني قال لها صافي غادي نهاجر وغادي نبدا حياه جديده. قلنا فاش اتفق عماد مع الحراق قال لي في الفلوكه غادي نمشي فيها غير 20 واحد، ولكن ملي وصل النهار لقى غادي يركبوا فيها 40 واحد. فلوكه تشارجات ولات كتلعب، وليني منير ما عنده فين يرجع، الا ما مشاش وبقى في ليبيا غادي يصفي وليه دوك اللي كان عساس عندهم، ولا مشى عند السفاره وبغى يرجع غادي يتشد بتهمه محاوله ديال القتل. فلوكه دار ديبار
وبدات كتشكل في البحر. اين فوق السماء تواطات مع الارض ويبدا كيدخل لها الماء. عياو ما يخويو عياو ما يخويو. ولكن ملي غرقات الفلوكه وخا تكون تعرف تعوم شحال قدك تعوم 40 كلهم مشاو كلشي مات. من بعد يومين لقاوهم خرجهم البحر ومنير حتى هو كان معاهم. بقاو جيبوا البوليس واحد النمره ديال التليفون حيطوا المو صيفطوا لها في صندوق. نهايه مؤلمه يا وليني لكل بدايه نهايه. واللي كيتعنى بالقوه غادي يموت بالضعف. منير دار الغلط والجزاء ديالو خدو بالزربه. وهنايا كتسالي الحلقه ديال هاد النهار. نتلاقاو في حلقه اخرى ان شاء الله. خوت اول مره كنطلب منكم هاد القضيه. الى عجبكم هاد المحتوى ديروا اشتراك في القناه. راه بغينا نوصلوا 300 كاف اقرب وقت. احبكم في الله. تهلاو ليا فراسكم.